رصيد رصيد حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين ومشاهدات حلقة جديدة من كلام اليوم في النسخة السابعة من برنامج زد رصيدك. الأجواء الهوائية الأجواء الأحوال الجوية نقلتنا من مكان إلى مكان عشان كده تأخرنا عليكم. حياك الله وليد. الله يحييك. صباحكم الله بخير. ألف مبروك هالمطر. عسى الله ينفع بالبلاد والعباد. حياك الله. حياك الله منصور. الله يسلمك والرحمة مبروكة للجميع. وأول مرة أدخل هذا المكان. يا مرحبا. حياك الله حاتم. اهلا وسهلا ومرحبا ومسي عليكم بالخير ومسي على الاستاذ وليد والاستاذ منصور والمشاهدين خلف الشاشات. طيب حياكم الله من جديد. حلو حاتم الجاكيت حقك. ما عليك زود طال عمرك. طيب. ودي اقول يفداك بس بيجي عليك بالطو. حياكم الله من جديد جميعا. اليوم عندنا مجموعه احداث ممتاز. في البدايه انا ابغى محسن بن تركي يكون معي في الكونفشن روم. خلفية على خلفية نقاش دار على نقاش. أنتوا إيش عندكم بالضبط؟ ممكن أفهم إيش الموضوع؟ ممكن أفهم اليوم أنا بدراعي الغامدي. إيش الموضوع؟ لا بس إنه كان فيه ملاحظة في الجدار شلامه ورا ما تطلع في الكاميرا. خلاص روح. حليت مواضيعكم؟ دقيقة بعدين. معلش أنت مقدم معك إيربيز عرفت؟ مفروض هذه الأشياء ما تأثر عليك. بالضبط. إحنا جالسين نحاول نجمل الصورة أمام المشاهدين. ما عندنا مشاكل. يعني الربع عندي تهاوشون. وليد الشاشة اللي صاير ما تهاوشنا. الموضوع كان لتحسين جماليات الشاشة
والله على ذلك شهيد. يا رجال انا شفت مقاطع علي الغامدي وهو شاتها مع حاتم في الهواء، شفتها اسيبك تبين يصير علي عبد المعطي حق كلام اليوم انكبهم ينادي حاتم علشان يخليه يصور يلتفت له. ايوه قول لي كذا يا خلاص برايك شكرا لك خلاص الله يعافيك. اهم شيء انكم يعني تصرفتوا. طيب حياكم الله وليد. اليوم في ناس دخلوا في تخصصك. هو ما هو تخصص دقيق لاني انا تخصصي هندسه صناعيه والموضوع اللي اتكلم فيه هندسه كهربائيه. طب ما انا ابغى افتح الموضوع يعني يجهز معنا الموضوع حلو جميل نبي ابو حصه بس يكون بالكفش الروم جاهز. إيه؟ هم كانوا يتكلمون عن التأريض وما التأريض اللي هو الصواعق كيف تاثيرها على البشر والمواد المحيطه في المجتمع. ابو حصه طرح معلومه من خلال واقع ممارسه بس يمكن ما عارف خلفيتها الهندسيه والشباب قاموا يضحكون. فشوف هذا من اهداف وجماليات قناه بدايه انها تسعى لتطوير المواهب والمعلومات في شتى المجالات. يمكن ما تكلم بالمواضيع الهندسيه في الايام اللي راحت، اليوم حبينا نعطيهم دفعه بسيطه يعني بخصوص هذا الموضوع. انت الان اللي دفعك الحميه للعلم ولا الحميه للبصر؟ العلم اولا. ها؟ العلم اولا. العلم أولاً. الشيء الثاني انه استفزعني واستفزعبك على الهواء. طيب حلو. ترضى بالشيء هذا؟ لا بلا شك خلاص. كل شيء له تأريض. منصور عندك خبره في التأريض؟ يعني باختصار تبغى تقول كلام ابو حصه صح وشلون؟ لا ما ندري. لا شوف المقطع اللي معناه للعلم. طيب خلاص انا اريد ان انتصر للعلم فقط. لا للعلم فقط فقط. طيب احد يبغى يتكلم في تخصصي تخصص حاتم عشان بس العلم يا حاتم تنتصر للعلم؟ نعم انا ودي والله ودنا ننتصر للعلم لان الامانه العلميه فوق كل شيء فلا لا يهمنا لا القرابه ولا النسب ولا اي حاجه. حاتم كان يطربنا بانتقاداته للقصائد والنصوص اللي تعرض. منصور انت كنت تقنعنا في المواضيع واداء بعض الشباب والله من كل بحر قطره. شوف يا استاذ هاني بلا شك من جماليات قناه بدايه انها تنتصر للعلم وتعطي كل دي حق والله تنتصر للي مدحها بس يلا راح انكم كل واحد يمدح الثاني والامور طيبه. هو من حسنات قناه بدايه اني خرجت عليها ولاظهار العلم الحقيقي. طيب حاتم تفضل. اللي جالس يصير من المتسابقين الفتره هذه الإبداع والحضور والجمال على الشاشة، السر فيه ما هو؟ والله شوف العرب تقول خمير الرأي خير من فطيره. يا سلام. بمعنى أن الخبرة متراكمة وأنها تكون يعني ذات أبعاد وأطوار. بلا شك أن الإنسان مع التقدم في الخبرة. السلام ورحمة الله الله وبركاته. النور حياك الله. الله يا مرحبا. حياك الله يا حيا يا مرحبا يا سلطان. يلا حيا بس لست شلونك؟ لا أنا بكفي الشباب وبوقف أنا سمحت لي. يلا سديد. أيوه هذه بس هذه هدية لعلي عبد الله. علي تعالي علي 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 تونا شايفينك مسلمين عليك عرفت. حياك الله. هذه الهدية للملحن ملحن العمل أمس حيل مشتاق ويضرب جيم وتخيل ما قصروا. ايوه هذه طبعا عشان نكون بالصوره بس احنا امس كنا نتابع انا وصاحب الدخيل العود والشاب فتكلم مقرن عن جمال التلحين وان الملحن له حق مثل حق الشاعر صحيح والمنشد فتفاعل جزاه الله خير على طول فانا بخلي الموضوع هذا بينكم انتوا تعالي علي لا هو يستاهل وسط بدون افتحها يا اخي خذ صوره زي الناس يا اخي خذ صوره افتحها كذا انت ما بلشان الفيديو والله اني حسبت انها لنا يلا صور لكم هدايا ابشر بالخير جعلك تستاهلوا طبعا نشكر تستاهل علي تستاهل علي الابداع ان شاء الله وعندي سؤال بس كذا خاطف يلا دقيقه لا اله الا الله هذا اليوم ما عندك مكان تحطها فيه صح؟ ما عندك مكان تحطها فيه علي عبد المعطي استاهلها والله اعطيك واحده اكبر منها جعلك تسلم اكبر منها علي سريع عندك عندك عمل جديد؟ خاص فيني انا؟ ايه ان شاء الله مع الشاعر الكبير بلال الماضي. طيب تقدر تعطيني كذا النبذه على اللحن بس كذا؟ يا سلام ها؟ والله انا قلت اللحن بالمطبخ وحرقت يعني يلا عطني دمك حرقت طبعا هو لحنين فلكلورين وانا دمجتهم الاول فلكلور سوري والثاني فلكلور اصله عراقي طيب فانا دمجت الاثنين عطني الصوت كذا بسرعه بعطيك يلا الفلكلور الثاني يا لا لا لي يا لا لا يا لا لي يا لا لا لي يا لا لا يا لا لي يا لا لا يا لا لا يا لا لي يا لا 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 لي يا لا لا يا لا لي العمل فرايحي ايه جميل جدا هذا اللحن الثاني هذا اللحن الثاني ولسه اللحن الاول بتسمع ان شاء الله قريب جميل جدا متى ان شاء الله؟
ان شاء الله الخميس الجمعه الله اعلم الترتيبات. طيب جميل، موفق خير ويعطيك الف عافيه. والشيخ هذه الهدايا طيب للشباب، هذه نشكر تخيل برضو ما قصر وما نساكم. طيب وهم عندهم خصومات 50% الان في جميع فروعهم على جميع الاصناف. جميل، فهذه هديه لك يا ابو، يعطيك العافيه، تنزلها بس على حساب، شكرا لك وشكرا لك، يعطيك العافيه علي. طبعا الشيخ لسه ما بدات تعمل والله الحين يعني ما شفنا شيء، نسمع ومجاجعتها. لا لا بكره ان شاء الله. طيب تسلم، انا بشكر لك افضل شيخ. طيب شكرا يا سلطان، شكرا لعلي عبد المعطي، وبانتظار عملك انتوا الشيء وانتوا بلال. حاتم الرأي والخمير، خمير الرأي خير من فطيره، خمير الرأي خير من فطيره، ولذلك أنا أعزي ذلك أول شيء إلى توفيق الله عز وجل، ثم إلى أن الشباب يعني أخذوا خبرتهم وربما أصبحوا يعرفون يعني ما هي السر في برامج الواقع وما هو المطلوب، مع أنه هناك أخطاء كارثية يعني يفعلها الشباب عمدا وتقصدا توازي ابداعهم في برامج الواقع، يعني الغياب مثلا الواضح. طيب خلني اسال منصور ان العظيم عظيمات محاسنه وعظيمات مصائبه. مصائبه نعم. طيب حاتم يقول على قدر الابداع اللي موجود في مصائب موجوده، تتفق مع حاتم ولا تختلف؟ والله انا جاي اليوم على اساس اني متفائل، لكن للاسف احنا شفنا البارح فرحنا بشيخة علي عبد المعطي، قلنا شيء جديد بيجدد في القرية، 24 ساعة ما سوى ولا شيء، 24 ساعة لبس ثوب عماني على عينه وعلى رأسنا ثوب العماني وتكلم في لحن عنده، علاقته بالشيخة إيش ما أدري، البارح مشغلنا في كلام اليوم بروح أكلم أبو الدخولية المدري إيش كذا، فهذا موضوع. موضوع الثاني في مستويات ما نزلت سقطت، مثل بدر الشمري، بدر الشمري كان عمود عندنا يتكي عليه الرياليتي الليل والنهار لدرجة انه ينام على الهواء، وفرحناه بالاسبوع الماضي وكثرنا في الثناء عليه ويستحق الاسبوع هذا للأسف. هل تعتقد استاذ منصور ان المدح احبط الانسان؟ ربما اذا كان جعله يرتخي، اذا كان المدح يضره احنا ما ندري، الله اعلم. طيب ايش رايك نعطيها المعلومة هذه، يمكن انها تدفع هذا الخير. سمعونا المقطع في النقاش اللي حصل بين أبو حصة والشباب حول معلومة التأريض، والتأريض هو تفريغ الشحنات الكهربائية اللي تجي من الرعد أو تجي من الكهرباء فعلا إلى الأرض، وتصير دائما الفيش الثلاثي، الفيش الثلاثي اثنين والثالث هو التأريض كذا، وليد هو اللي يسحب ال، ما تخصصي مو تخصص كهرباء. طيب جميل، يكون أرضي جراوند. والتأريض بشكل عام لأن يجب المقطع الصواعق الكهربائية، الصواعق الكهربائية دائما المباني الكبيرة يحطون فوقها عمود أو حديدة كده تسحب الصاعقة الكهربائية إلى الأرض وتفرغ. خلينا نشوف هذا المقطع، خلينا نسمع هذا المقطع الصوتي نرجع لكم. أهلا مهندس وليد، صباح الخير لكم جميعا. بالنسبة لاستفسارك عن التأريض، صراحة في عدة طرق للتأريض، تعتمد بشكل عام على نوع الموصل ونوع التربة وعمق الموصل داخل التربة. إذا كانت التربة ما عندها مقاومة عالية نقدر نستخدم مواد لزيادة المقاومة مثل الفحم. ويعطيكم العافية جميعا. وليد تعرفنا بس بالشخص صاحب والله هو ما أحب أنه يذكر اسمه هنا. جميل. فأشكره، هو تخصص مهندس كهربائي زميل في العمل. جميل. ما قصر بهذه المعلومة، هم كانوا مختلفين على معلومة استخدام الفحم بهذا الموضوع، وصار الموضوع ضحك، هو بشكل عام ضحك الموضوع، لكن والله الطلبة فزع مني ومنك يا ابو شوق، انا لازم نشوف ابو حصة. لا هلا وغلا يا مرحبا ابو حصة، حياك ربي. ها كيف المحزن المليان؟ اقول يا بعد روحي هو هالوجه. كيف ما طلب منه قلامي؟ كيف محزن مليان؟ والله انه محزن مليان، قسم بالله ما يفزع الا هو، ولا البرميل هذا ما فزع، قام يضحك عليك، قام يضحك عليك. تدري الزين بالموضوع وشو؟ ضحك مقرن ومحمد المطيري. اغلب والله اني استنست من ضحكهم يا بعد. اي والله اقول يا عمري. بس فيه نقطه معليش، يعني اسلم، مع احترامي لك ولزميلك، ايوه زياده المقاومه تختلف عن فكره الايرثنج او التأريض. طيب يا مهندس مقرب، لا سمح، انا ما ابي ادخل بالتفاصيل هذه. لا احشرك انا هنا، حشرك. لا 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 اسمعني، ما في دقيقه، هذه ما فيها حشر، هذا معلومه انتم كنتم تناقشون على معلومه الفحم، صح ولا لا؟ لا كنا نتكلم عن معلومه التأريض. كنت تتكلم عن اللي يقول لي استخدم الفحم للشوي، واللي يقول احط بهارات ابو حصه. اي صح، هذا وشو؟ هذا يتكلم هو عن الفحم لما قلنا التأريض. انتم كنتم تضحكون ان ليش يستعمل الفحم، صح ولا لا؟ لا 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 لا، احنا نتكلم لحظه معلش، احنا نتكلم عن التأريض. انا عندي راي، أوكي انا عندي راي مقرن، عندي راي، لا بسمع تخصص مقرن، دقيقه دقيقه، عندي راي مقرن. مقرن انت تسمع الحان الارض وتفتي فيها؟
هو من كذا طيب. ما يسمع صوت الارض صوت الارض يحسب انه طيب فكرين. انا ما ودي نطول في الموضوع شكرا يا ابو حصه. لحظه بقول كلمه. قل كلمه وباك تناديني محسن ضروري تكفى. ابشر ابشر. لكن انا والله اني واقف على مهندس كهربائي فلبيني هو اللي قال لي المعلومه يعني. ولا انا ما اعرف طبسه. اقنع مقرن. انا والله ما اعرف طبسه لكن الله يعز وليد اللي في زعله ثاني هالليل. اليوم وجا البرك كل منا خذ له فحمتين حطها في جيبه. والله انت زين. يعطيك الله يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه يا شباب. اذا محسن جهز معي بلغوني تكفون ناخذ تقرير شيخ القريه في على طاري صوت الارض بس خله بعد التقرير. شيخ القريه علي عبد المعطي نرجع لكم. والله شوف يا حبيبي انا صرت رئيس القريه غصبا عن الكل. اللي عجبوا عجبوا اللي ما عجبوا الباب ما وسع جمل وسع ثلاثة جمال ودخلون. هذا قرار ولازم يخضعوا للأمر الواقع. أول شيء أنا ما كنت متوقع والله إني فوز برأس. كنت متوقع وماني متوقع إني فوز برأس القرية. يعني إن كان في بيني وبين غازي وعبد القادر منافسة على الرئاسة لأن كنا أعلى رصيد دخلنا برايم وجمعنا أعلى رصيد. بس الشباب انخصم عليهم خروج وراحت عليهم فقرات ودراما ومطبخ فأنا كسبتها. راح يصير شيء ما حدا يتوقع أبدا بإذن الله. هالأسبوع كل متسابق بقرية زد رصيدك راح أجبره إنه يقدم شيء. هاي من أول خططي الرئاسية. لكن في أشياء لسه أكبر وأحلى وأجمل ما بدي احرق. هذه مفاجأة. راح اكون اول شيخ يزين هالقرية باذن الله تعالى وراح نزينها ونطلعها باجمل اشكال. طبعا هي جميلة بوجودي لكن راح زيدها جمالا بالزينة. الموظفين طلال وسلطان السهلي وغازي مطير وغازي الذيابي وعبد القادر الشهراني انا اخترتهم لاني مرتب على اشياء هن راح يكونوا يعني افضل الموجودين على الاشياء اللي انا راح اقدمها ضمن هالاسبوع باذن الله تعالى. وترقبوا الابداع. رصيدي انا جمعته اول شيء من البرايم. الاحد كان عندي مطبخ اخذت 600 من المطبخ فادتني. غازي المطيري وصلت لنفس الرصيد اللي كان فيه غازي المطيري لان غازي المطيري كان اكثر مني ب 500 او 600. فغازي المطيري طلع يوم خسر ال 500. أنا لا كنت محافظ على الرصيد وفزت بالدراما وفزت كمان مدري بشو والحمد لله يعني ارتفع الرصيد وصرت شيخ. طبعا إن شاء الله الأسبوع ما راح يكون فيه لا مشاكل ولا في ظلم ولا في اختراق قوانين إن شاء الله تعالى. صح إني مشكلتي وجبت العيد والشغلات بس راح أحاول الأسبوع لا إني أضبط نفسي لأن أصلاً أنا رئيس فالشباب راح يقتدوا فين فلازم أنا أكون خير قدوة عشان يقتدوا فيني بالفعل الصح. ما إن شاء الله إني أحاول إني أبتعد عن الأخطاء وما أسوي خطأ. حياكم الله من جديد. إيش الإبداعات هذه من قسم التقرير يا جماعة؟ قسم المونتاج هذا ما دخل التقرير. شكراً لقسم المونتاج على هذا العمل الجميل وشكرا للأستاذ محمد فرج. نعم. والأستاذ مصطفى والشباب اللي شغالين معهم في لمسات حلوة. ما حسيت مصطفى؟ جدا محمد فرج يشكر على التقرير الرائع. يعني القسم كامل يعني. يعني كنا بنقول كلام لخصه في يعني الأشياء اللي الجميل يعني اللي عملها. يعني هذا التقرير والتعليق عليه يا وليد. هو التقرير تقليدي سؤال وجواب وش عندك وش ما عندك لكن لمسة بسيطة مثل اللي شفناها هذه والرموز اللي حاطها والكلمات جميلة جدا عطت التقرير طابع حلو. يعني تلقى الحين الجمهور بالهاشتاج متفاعل مع الكلمات اللي أضافت للتقرير بالإضافة إلى تصريحات علي عبد المعطي الخطيرة. حد لمسة بسيطة نحتاج أفكار إبداعية زي كذا. بس صوت الأرض كنت تعلق عليها منصور؟ على طريق صوت الأرض أنا سمعت ناصر أبو عبد الإله ناصر الغامدي كان يقول يا شباب كلمات الأغاني يقولها الواحد بدون موسيقى ما في مشكلة. طب ما في مشكلة يا شباب لكن مو للدرجة دي إنه أصبح يجمعون ويقولون كفاني عدا يعني الموضوع صار اللحظة دي صار فيها تخريب صار فيها تشويه. ترى في ناس برا يعني تشوفكم يا شباب في أحيانا أشياء قاعد في مسخرة قاعد تصير
موضوع هذا ما ينفع يعني. اللي بيأدي أداء رائع جدا كلنا نسمع منه، أما اللي بس يقول كذا يتصور وبس يقول يخرب وما أدري إيش، هي كانت نكتة بس زادت على الحد. يا أخي العزيز ما هو قالوا مسموح يعني كلنا يلا لا كلنا. لا أنا أقصد كانت موضوع إني اللي صوته مو بحلو ينشد ويجيب يحوس يحوقها كانت نكتة، بس تحس إنها زادت عن حدها شوي. زادت عن حدها شوية والله ما شوية، علشان بحور يجي ويعطيك رياكشن إنك زعجتني ويطلع مقطع حلو يا شيخ. دخلوا إلى غرفة وهم باقي يصيحون. خلنا خلنا نأخذ محسن. محسن مرحبا، حياك الله أبو شوق. محسن حنا في نقاش بدنا نشاركنا فيه. سم الأصوات الجميلة جالس تخبو والأصوات النشاز جالس ترتفع بحجة المزح والظرفة يعني. كان أولها نكتة حلوة من خير بس صارت أوفر الحين، كل شوي واحد جاي ينشد وينشز. جميل، أنت بوجهة نظري أنا طال عمرك. نعم. أنا أقول إن هذا رياليتي حكم إنك أحد أعضاء الفرقة يعني. طيب ما هي مشكلة، أنا أقول إن هذا يندرج تحت الرياليتي يا منصور. إي بس محسن ما تشوف إنه أوفر زيادة على اللزوم؟ والله أنا إذا ما دام إنه يندرج تحت سقف الرياليتي فأنا أشوف إنه ما هو أوفر. أوفر مباح ولا غير مباح؟ لا مباح مهما بلغ فيه الأوفر فهو إيه؟ مباح. ليش؟ لأن إحنا في الرياليتي يا أخوي، ما هو منطق إن الرياليتي كله يكون محتوى جيد وذو قيمة. طيب هل منطقي إن الرياليتي كله يصير تكرار؟ والله انا ما اشوف انه في تكرار، لكن يمكن انتم من ناحيه من زاويه معينه تشوفون انه في لا تكرار. يعني مثلا هذه الحركه كم معقول تتكرر مره؟ مو معقول في اسبوع اشوفها 7 مرات، كل يوم واحد صوته مو بحلو ينشد وعشرة يقومون وبحور يقول نفس خلاص يعني شفنا. ترى هي ترجع في نهايه الموضوع لشخصياتنا احنا كشباب، وش نسوي وش مودنا وش مزجتنا، فلذلك ممكن نكرر هذا الشيء مو من باب انه ما عاد عندنا شيء، لا هذا اللي نحبه وهذا اللي نجد ايش نجد ترفيهنا فيه. طيب ونجد ما تراعون جانب ان الجمهور ممكن يحب ويكره؟ واحيانا يا اخوك ننسى ان في جمهور نعيش الرياليتي بحذافيره، يعني تعيشون الرياليتي بحذافيره سلطه اللحظه الحاضره. ممكن ليش لا. حاتم معليش يا محسن تفضل طلع. هذا الرياليتي صار شماعه يعني. واحد تخيل واحد يطلع المنارة ويأذن، وبعد ما يأذن يعطي التحية كذا الكاميرا وينزل، هذا رياليتي. الآن لما يجتمعون 3 4 5 في الهانجر وكلهم أصوات يعني هم عارفين أنفسهم ويخربون يخربون يخربون يدخلون يصيحون يخربون، هذا كله نسميه هل التخريب رياليتي؟ طيب أنا بقولك حاجة، أنت بتأخذها من منظور صح أو خطأ؟ أنت جاوبني حسن. أنا أسألك الآن بجواب. لا أنا اللي أسألك أنت تجاوبني. طيب ممتاز، أجاوبك بسؤال. حلو تجاوبني بسؤال. طيب انا اقول لك، عشان بقول لك الان هل كل شيء في الرياليتي بناخذه من منظور هل هو صح او خطا؟ انا باقي انتظر اجابتك. طيب انا اقول لك اجابتي، اشوف انها ما فيها شيء رياليتي والشباب قاعدين يسوون اللي يشوفونه صح. والاخطاء رياليتي وشيء رياليتي. والله الحياه قائمه على الصح والخطا، فطبيعي ان لو كل شيء في الحياه صح 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 ما كان فيها اي عقاب ولا كان فيها اي محاسبه ولا كان فيها اي شيء. ممكن يولع في القريه وتصير رياليتي. لا مو بهالدرجه، ولكن انت بتنفي الخطا من الوجود. الخطا وارد يا اخي، لا تفلسف الموضوع. ما هو فلسفه، الخطا وارد. الموضوع اقول لك محسن. لا اذا تاخذ من منظور صح او خطا فالخطا وارد وظاهره صحيه انه يوجد خطا في الحياه. محسن، وجود الخطا ظاهره صحيه تاج ابو شوق، لكن تكرار الخطا ظاهره نفسيه وتحتاج مراجعه مستشفى صحيه. هذا قرار صحيح، اتفق يعني معك. تكرار الخطا هو قرار ليس خطا. طيب انا اتفق معك تمام الاتفاق. طيب ولكن خلينا نتجاوزها دام متفقين. يا عيني عليك. فالخطا الخطا مغتفر ويحصل في الرياليتي. احنا هو 16 ساعة 17 ساعة طبيعي الواحد يخطئ. طيب لكن مو طبيعي انك تخطي الخطأ وتكرره 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 الين وقاعدة واشرعنا واستمر عليه الين الجمهور. احنا ما قلنا نتجاوزها. طيب الين الجمهور، بس احنا بنعلق عليه الجمهور. اذا بتعلقون اسمحوا لي اعلق. يمل عندي سؤال محسن. سم احنا امس تكلمنا عن قسم التغيير في اخر الدقائق. ايه يبدو لي عندك ملاحظة على هذا القسم. والله انا ودي يكون الشخص المسؤول عن التقارير موجود على أساس نكون قاعدين نضع النقاط على الحروف ونتكلم بوجود الناس المعنيين في الموضوع. طيب شوف محسن، حنا في فقرة اسمها كلام اليوم. ممتاز. نتكلم عن كل شيء في اليوم. جميل. والجميع يتابع، أنا أثق أن الجميع يتابع. ممتاز. وحق الرد مكفول للجميع، يعني لازم ما أدري محمد فرج قبل شيء سوى التقارير، ودي محمد كل ما تكلم تحط جنبي كذا له حق الرد له حق الرد له حق الرد. صحيح. أو تحطون هاشتاج تحت اسمه هاشتاج أي واحد نتكلم عنه له حق الرد، فبالتالي أنا صعب أجيب كل الناس. لا لكن لا في النهاية المعني بس المعني أي مش كل الناس. شخص نذكر اسمه من قريب أو من بعيد، موظف ضيف أبو متسابق أخو متسابق متسابق واحد أبو شوق أبو شوق له حق الرد. ففي النهاية عطني ملاحظتك. ملاحظتي والجماعة لهم حق الرد في أي وقت. أنا والله هو بملاحظة، أنا طلعت أنا كم يوم وجاتني أسئلة كثيرة وجاتني عتب، وعتب المحبين غالي بالنسبة لي ولا لا يا أبو شوق؟ صحيح، لابد يكون غالي ولابد يكون محط اهتمام. فلما أنا يكون اسمي طال عمرك مش موجود في التقارير وإحنا مقبلين على أن نخلص شهرين من البرنامج
ممتاز، وانا يكون تقاريري اللي قاعده تظهر يدوب تغطي 2-3، بل 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 من ما ابغى ابالغ في المسمى انها كارثه والى اخره، لكن يا اخي حز في الخاطر انه حتى ما ادري هو درع الجمهور او اوسكار، انا ما طلع لي تقرير عليه، ممكن طلع لي في رئاسه القريه طلع تقريري ممتاز. فلذلك انا لابد اني اوضع النقاط على الحروف واقول انا ما قاعد ارد احد انه ياخذ تقرير معي، ولكن المسؤولين على التقارير ما قاعدين يجون ياخذون تقرير معي. طيب وضحت رسالتك. فين انا سمعت انه حقين التقارير كانهم يقولون احنا نتعب معاكم يا متسابقين، يا شباب تعالوا نصور تعالوا نصور انتم ما تجون. انا مش مسؤول عن الرد بألسنة الشباب كل ابوهم، اتكلم عن نفسي. انت انا رجل مستعد مستعد لأي وضع لأي تقرير؟ طبعا. طيب السؤال الثاني، يعانون احيانا انه يستخرجون الكلام المتسابق بصعوبه، فكل ما يسال واحد يجاوب جواب كلمه ولا تقطعها. لا معلش لا خلينا نعدل الصياغه دي ابو شوق. هل هم يعانون من انهم يملون علينا صياغه معينه لابد نقولها، او يعانون ان ما نتكلم؟ ما يا رجال مثلا يسالك عطني رايك في الموضوع ذا، تقول والله موضوع جميل. طيب موضوع جميل هذا ما اقدر اطلع في تقرير، انا عن نفسي يعني لازم تعطيني تعليق. انا عن نفسي أيوة. انا عن نفسي لا ما قد صار هذا الشيء معي. يعني عن نفسك انت متحدث بالفطره اصلا؟ صار يا ابو شوق، صار مره واحده وكانت وجهه نظري، وانا مؤمن تماما الامام انه هذا الكلام اللي لازم ينقال. طيب جميل، لازم نقول الصح. طيب لو سمحت، طيب ابى اجيك وليد، انت قبل شيء قلت عتب محب صح؟ طبعا. طيب هل تقبل عتب المحب؟ اكيد. تفضل عتب. الله يمسيك بالخير يا ابو تركي. مرحبا الشيخ حاتم، كيف حالك؟ طال عمرك. الله يبقيك طال عمرك. انت استخدمت الرياليتي حتى غاب عنك الجمهور لدرجه انك تاكل في وسط فقره رسميه. اللي هي طال عمرك، اللي هي فقره الديوانيه. متى الديوانيه؟ قبل ثلاث شهور. طيب قبل ثلاث شهور، عطى القصه قبل ثلاث شهور. صافي يوم زمان قبل شوي يا محسن، لا تقعد تسوي اكل في الديوانيه. لا انت غبت عن الديوانيه ورحت اكل في غرف النوم. ممتاز. لا ما ممتاز. طيب كمل اقصد يعني. بس خلاص وشو؟ ليش تاكل؟ هذا عتب، عتب هذا عليك. عتب محب، ليش تغيب عن فقره رسميه وتمارس الاكل؟ هذا مو بشوق. انت قلت لي انه عتب، حسبت عتب، الرجال طلع يسالني. طيب خليني اجاوبك. تفضل. هو عتب عليك يعني؟ لا ما كان عتب، هذا كان سؤال. يقول ليش؟ اي العتب بطريقه السؤال يعني اقول لك شو يقول محسن، شو يقول؟ لا لا وصل حاتم. حاتم يقول يا محسن يا حبيب اخوه غايب عن فقره رسميه. لا العتب وتروح تاكل لك سندويشه في وقت النوم. اسمع لي ابو شاك، انا ما ودي اخذ بس وقت الشباب الباقيين. لا خذ يوم جاء العتب ما بتاخذ. لا بجاوب. رايك وليد ياخذ ما ياخذ؟ بجاوب. انا اقول انه هذا ما كان عتب، هذا سؤال، ولكن السؤال الجواب بسيط جدا. انا جوعان، حسيت نفسي جوعان وما راح ادي في الديوانيه وانا جوعان، فرحت اكل ورجعت. لا لا اول شيء ما هو بنت اللي تعطي التعريف، هذا سؤال، هذا عتب. لا على ايه يسلم عينك ويسلم راسك. اول شيء عليه الطيب. الشيء الثاني جوابه ليس بسيط وغير مقنع، وخصم زي اللهب يا حبيبي. اقول على راسي انت والخصم واللي تبي. لا لا بس عندي سؤال، انتوا اكلتوا اكل برصيد ولا هربتوا اكل؟ خليك صريح معي. لا برصيد. منين اخذتوا اكل؟ من شاورما واي. هذا ترى مو بعتب الان، احنا طلعنا. لا هذا اسئله واجبه، اسئله واجبه. وش اعرف انه في وقت معين ما راح اجاوب لاني املك حقيه عدم الرد. وهذا يعتبر خامس الدستور، وهذا يعتبر خطا. حاله صحيه قامها محسن اليوم في الديوانيه صحيح؟ وش هو؟ والحياه قائمه على الصح والخطا، وانت الان كنت بخطا. هذا الخطا. وليد ايش رايك؟ والله لو ادري انها تحس بخاطرك ما قلتها. وليد انا تحس انا ارد عليك بكلامك. يا كويس اني قاعد اترك اثر جيد فيك. جدا. اسمع يا محسن، هذا الخطا اللي قمت به هذا هو الحاله الصحيه اللي تقصدها؟ اي هو طال عمرك. اللي قلت تاكل وقت الديوانيه في غرف النوم. لا هو سالني سؤال وجاوبته. بس حاله صحيه ولا لا؟ بالنسبه لي اكيد. كويس. طيب الخصم حاله صحيه عندك ما شاء الله. اكيد. لو ما الخصم حبيبي، الخصم واحد من سياسات البرنامج، فلذلك اعتبر. طيب محسن عليك حال، في عتب كبير من جمهورك وعتب من الاداره على الراس انك تغيب عن فقره رسميه عشان ترضي بطنك. لا شوف، ابدا معلش من حيث انتهيت يا اهالي. الحين كلامي ما هو موجه لمحسن. اول شيء عندنا موضوعين، التقارير هذا ننتظر احد من قسم التقارير الداخل بخصوص هذا الموضوع. النقطه الثانيه اقول انا انتظر احد من قسم التقارير على الموضوع اللي قبل شوي يتداخل بخصوص هذا الموضوع. شوف انا ترى ما ودي ادخل في تفاصيل، لا دقيقة تفاصيل الموضوع. الكلام يشمل جميع الشباب مو بس انت. لا تجيني تعتب على قسم التقارير تقول ليش ما سويتوني تقرير وانت غايب عن الهواء. ممتاز. لا تجيني تتكلم ليش ما صورتوني تقرير والهواء اليوم بعد صلاه العشاء
10 دقائق ربع ساعة ما فيه إلا محمد المطيري وليد علي عبد المعطي المشيت وليد وليد لا تجيني تقول الجمهور يغلط علي معلش على الجمهور الجمهور يعتب ويزعل قلت يعاتبون يعني أوكي تقول الجمهور يعاتبون محسن هو يتكلم بشكل عام بالجمهور أنا ما ودي أخذ التفاصيل معنا أكبر من التفاصيل أصبر لا محسن أسلم وليد أنا النقطة اللي أبيها لا تجيني تبي تقرير أبو دقيقتين الكلام مو موجه لك يا محسن لجميع الشباب حلو وأنت غايب عن الهواء شوف الهواء أولى أنك ترضي جمهورك فيه من التقارير يعني محسن وليدي سولف عن سالفة لها ثلاثة أيام تتكرر لأن ثلاثة أيام طيب. المخرج يجيب اللقطة ما في أحد الجمهور جو قالوا لا المتسابقين في المكان الفلاني ما جبتوهم أمس نقل اللوكيشنات كلها ما في ولا متسابق طيب واليوم كذلك خلي بس عطني بس ثاني ارد على وليد في الجزئيه انا ليش قلت له لا تدخل في التفاصيل لانه يا وليد يا حبيب قلبي خلنا ناخذها من الاخر مع اخر حدث صار اللي هو حدث خروج ابن عمره انا من احد الشباب اللي كانوا موجودين في المشهد من بدايته طيب. صحيح من بدايته حلو صحيح ولم يتم اخذ تقرير معي ولا اي أخذ شيء ما لازم طيب ما لازم هذا لا اخر لا شيء هو لو انه مو لازم طيب لكن وليد يقول تغيب عن فترات لا لا يا صديقي انا الاشياء اللي انا مفترض اني اكون معه انا ما قلت الكلام هذا تقرير معي انا ما جيت احد اقول له لا تاخذ تقرير او لا تاخذ طيب انا ببدايه كلامي ما قلت الكلام موجه لك يا محسن قلت لجميع الشباب ممتاز ولو بوجه نفسي وشبابي ولو بوجه لك الكلام يا محسن كان مثل الموضوع اللي افتحه حاتم جميل شوي. جميل كلامك على العين والرأس وليد بالعكس كلامك على العين والرأس يا وليد لكن حبيت أوضح لك النقطة طيب شكرا لك منصور محسن حبيبي أبو شوق والعتب ما زال في مكانه نتمنى إذا جاء وقت الأكل أو وقت الفقرة نأخر الأكل لا وقت الأكل يا أنت وعلي عبد المعطي ظاهر كان معك وما أدري من كان معكم بعد وبنت خير جميل. كلكم جاكم خصم زي اللهب ممتاز على رأسي يعطيك العافية الله يطول عمرك سم يعطيك العافية وشكرا لك محسن حاتم طبعا ما كان ودي والله تداخل من محسن بهالطريقه تعودنا منه والله ظهور افضل من كذا ظهوره هذا المره مهزوز ظهور غير جيد يبغى يعني زي ما تقول انه يؤطر كلامنا في الشيء وانه يرد بسرعه على اساس انه حجرنا وكذا وانهم هم مسيطر لم تسيطر كان مشحون لا لم يسيطر ولا يعني هو دائما يدخل فائز ويخرج فائز هو دخل هالمرة فائز وخرج مهزوم كنت أتمنى بدل الغطرسة والغرور اللي يعني كانت واضحة في كلامه أنه يقول أنا مخطي وآسف وفعلا لكن لا خطأ صحي وبعدين يعني زي ما تقول جالس هو يقعد قواعد من رأسه وعلى اساسنا وان هذا من سياسه البرنامج الخصم انا ادري طيب دامه من سياسه الخصم خلاص اطلع انت من القريه وعلى اساسنا من سياسه حاله صحيه وحاله صحيه لا غير صحيح ما فعلته خطا وكنت اتمنى انك تعتذر وتحسن التعامل في الدخول مثل ما احسنت في المرات القادمه لكنك لم توفق السابقه في المرات السابقه قصدي منصور اقنعك محسن ابدا فعلا كلام حاتم في محله محسن تعودنا منه في هذا الكونفشروم يظهر بمظهر رائع جدا اليوم محسن والكلام متسابقين كلهم يا شباب أنت هنا جالس تتكلم الجمهور جمهورك عريض ما ينفع تقول يا جمهوري العريض خصموا علي والخصم حالة حالة صحية وخصم علي زي اللهب قال طبعاً والخصم حالة صحية جمهورك اللي قاعد يتعب يصور وسياسة البرنامج سواء في الأوسكار سواء في الدرع الجمهور الكلام هذا أبداً ما يحببه ولا يعني بالعكس هذا الكلام يزيد الفجوة بينك من الجمهور إذا أحد يبغى يرد علينا يا هاني إحنا ممكن نجلس تحت الهواء ونسولف إحنا والشباب موضوع طبيعي لكن أن يفلسف الموضوع والحياة قائمة الوجود قائم على الصح والخطأ والفضيلة والرذيلة والفضائل والرذائل لما ظهرت الفضائل وفي الأخير ما كلها مع الجمهور وبعدين جالس تقول لي إنه الموضوع له خلفيات يا وليدة خلفيه إذا له خلفيات خله خلفياته إذا أنت جاي تناقش على الهواء خلي كل شيء على الهواء في تفاصيل لا بعدين هاني معليش يعني الجمهور جالس يعاتبه جالس يقول يا أخي حرام إحنا نصوت ونتعب وندفع وكل شيء أنت تبدد هذا يعني تعبنا كله بخروجك عن فقرة رسمية وخصم يعني مو طبيعي بعدين تقدر مثلا قبل تبدأ الديوانية معك وقت من بعد صلاة العشاء متى تبدأ الديوانية تقدر تتعشى بالوقت هذا وتحضر الديوانية أمر طبيعي جدا أنا أستبعد أي فوز سواء بالدرع أو بالأوسكار لمحسن الأيام الجاية ليش؟ لأن الكلام اللي قاله اليوم في حق جمهوره كلام قوي جدا يعني أنا أحط نفسي مكان جمهوره موضوع صعب جدا ما يستساغ ابدا يعني احنا شوف هو هذا نقول الكلام هذا عتب محب لمحسن لان نحب احنا نقول الكلام هذا وكل شخص او كل متسابق احنا نحبه وعتبنا عليه عتب يعني قاسي شوي لكن عشان انه محسن اخطا ونبغى انه يتراجع الخطا طيب فقط ولو تلاحظ بس طيب. ترى حلقه امس كان الجميع يثني على محسن
امس او قبل امس كان الجميع يثني على محسن واداءه، اليوم شفنا شيء سلبي عادي ننتقده ما في اي مشكله. ابدا وقت ما طيب احسن في ناس تقول لا تجيبون في الكونفش روم غير محسن. من جد يا محسن لا تغيب عن الهوى تغريده هذه. محسن شخصيه راقيه جدا. الريالتي لم يفهم من المتسابقين بهذه النسخه على معناها الحقيقي. في كثير من التغريدات مؤيدة أو معارضة لظهور محسن اليوم. ممتاز. المخرج ليش ما يجيب الكام على الحلم بحور؟ إيش معنى على الحلم بحور؟ ما عندي خبر في فيها التغريدة. في محسن لايك وفي محسن العلامة ذي اليوم. محسن غصب عادي ترى الحياة قائمة على الصواب والخطأ، يعني يا لايك يا ديسلايك نفس الشيء. طيب يقول لك محسن مظلوم في التقارير ولا تقرير له، مو معقول. محسن يقول تقارير نادرة بس ما وصل مرحلة انه يقول ولا تقرير، بس هذا اللي في مجموعة من التغريدات. اذا جاء وليد اليوم يتكلم احس كني اقدم معاهم، يبرد سبدي ويقول اللي بخاطري وحضوره رضا بالنسبة لي. مبروك سيد وليد، شكرا لكم. حاطين فراشة مش معفر حساب فراشة الفراشات تخصص حتى في موضوع التقارير. ما هو كل الشباب ترى طلعوا في موضوع، ترى المفروض اني انا ارد قبل شوي بس محسن يقول ليش ما اطلع يعني اطلع يا برا. لا محسن يقول انه المجموعه اللي توسطوا لابن عمره هم ثلاثه اربعه طلعوا كلهم، طلعوا ناس ما لهم دخل وانا ما طلعت. كل المتسابقين معنيين يعني؟ لا بس مو بكل المتسابقين شاركوا في القصه يا اخي. ابن عمره قريب من المتسابقين كلهم وله احترام المتسابقين، بس مو كل المتسابقين توسطوا له ابن عمره في الطلعه. محسن توسط له، لكن خروج مين توسط له؟ حاتم توسط له، الغام توسط له، انت توسطت له، ما طلعتوا في التقرير تمام انه انا لازم اكون موجود في كل شيء ولا تقريركم فاشله. كان نرجع نعيد حساباتنا كلها. طيب لا 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 على طاري بعد طاري على طاري بس نقطه. لا هو لا شوف انا خالف منصور، هو ترى صادق محسن في هذه النقطة وفي هذه الجزئية. يعني هو ترى من القلائل الأربعة والخمسة كلنا اللي في القصة مفروض كان يطلع. هو تقريبا بحكم انه متسابق صادق، ما هو إحصاء يا جماعة من اللي طلع من اللي تكلم لا 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 من اللي قال عن ابن عمرة شيء. لا لا صاحب بس يا منصور هو كان عضو رئيس في القصه طيب في بدايتها. طيب خلص بس عبد القادر بعد الظهر كان معهم بالتقرير بس ما كان معهم يوم يطلبون صح الموضوع. طيب طيب على طاري ابن عمره خلونا نشوف اليوم كان في تعليق لابن عمره حول موضوع خروجه من البرنامج. يبدو لي ان ابن عمره بعد خروجه نزل التغريده اللي نزلناها امس، اليوم يبدو ينزل مجموعة مقاطع خاصة بهالموضوع. المتسابقين الكرام أتمنى جميع المتسابقين يشاهدون هذا التعليق لأن الموضوع يخصكم ويخص الجمهور. خلونا نشوف تعليق ابن عمرو ونرجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. أول حاجة أنا أعتذر من الجمهور وأعتذر من إدارة قناة بداية وأعتذر من بداية. أنا لولا قناة بداية ولولا جمهور بداية ما كان وصلت إلى ما وصلت إليه في الوقت الحالي. الشيء الثاني، أنا أول ما طلعت من قناة بداية البارح جاني اتصال من الوالدة، طبعا يوم السبت الصباح جاني اتصال من الوالدة، وأنا يعلم الله العزيز ما طلعت من القناة ورحت للشرقية إلا في رضا والدتي، أسأل الله العزيز الحكيم أن يرزقني رضاها يا رب العالمين. يما صار الكلام هذا ولا ما صار؟ نعم نعم صار هديتك صار. الطيب يما وش تقولي لي يا يما ولا وش تقولي للجمهور؟ الله يرضى عنك ويرضى عنه وعنهم وعن جميع المسلمين اللهم يا رب العالمين، يرضى عنك من مرضيتني يا رب. آمين آمين. يوفقك مع بداية ويوفق متسابقين. آمين آمين يا رب العالمين. يا رب العالمين يصلح لنا ولهم النية الذرية. آمين جعلني فداك يا رب العالمين. آمين يا حي. طبعا أنا طبعا أتمنى أن الإدارة، إدارة قناة بداية ومنسوبي قناة بداية، أنهم يتفهمون وضعي ويعرفون أني أنا ما رحت إلا لأجل أمر كبير وكايد، والله ما فيه أي حاجة بتمنعني من أمي، فالشيء هذا هو الكبير هو اللي منعني. أتمنى من الإدارة أنهم يتفهمون وضعي وأنهم يرجعوني للقناة مرة ثانية ويرجعوني مع أخواني المتسابقين اللي والله العظيم أني ندمان أشد الندم أني أنا فعلا خسرت أخوياي وخسرت القناة وخسرت أني أنا ما أكمل معهم، لكن بإذن الله أن الإدارة بتفهم وضعي وبترجعني مرة ثانية. يما وش تقولي للمتسابقين وش تقولي للإدارة؟ أقول الله يا ربي يوفقهم المتسابقين ويهديهم ويصلحهم ويجعلهم مقيمين الصلاة من رياتهم يا رب العالمين، يهدي الغناء ويهديهم يا رب يسخرهم لأولادي يا رب يهديكم. لبعيلش على كل حال مرحبا بكم، هذا اللي حبيت أبينه، والله يحييكم وفي مان الله.
طبعا أنا بعد ما توجهت من الرياض إلى الشرقية أخذت لي 10 مخالفات على الطريق لأن الموضوع كان كبير وكان حامي شوي. فأنا بحاول أصور لكم المخالفات اللي أنا أخذتها عشان تدرون أنه فعلا صار لي موضوع خطير جدا ولا يستحمل أني أنا أنه يتم التأجيل عليه. أتمنى من الإدارة تفهم وضعي وأتمنى منهم يرجعوني إلى مكاني الصحيح اللي أنا أتمنى الآن في الوقت الحالي أني أنا أكون مع أخوياي. حياكم الله ومرحبا بكم. هذه كم واحدة؟ واحدة اثنتين طبعا هذه نفس اللوحة حنل. طيب روح 3 4 5 6 7 8 9 تقريبا 9 مخالفات اللي أنا أخذتها وهذا هي موضحة قدامكم كل التاريخ واحد طبعا. وعلى كل حال الحمد لله على ما جاء من الله. أنا يكفيني أني أنا كسبت الجمهور وفضل قناة بداية علي ما راح أنساها طول عمري. طبعا في نهاية الموضوع أنا طلبتهم أنهم يرجعوني وهذا كله عشانكم أنتوا كجمهور وعشان محمد عنده الشيء الكثير أنه يقدمه. الشيء الأهم من هذا كله أبوه يشهد الله علي أني مبسوط جدا على ردودكم وكلامكم الطيب وأنا عزاي وكسر جبري كل أبوه فيكم أنتوا يا ذا الجمهور. تاج راسي كل أبوكم ومحزم جنوبي لا خراء ولا عدم منكم جميع. حياكم الله مرحبا بكم. الشيء اللي أبغى أنوه عليه صحيح أن حاتم وداني جعل هسلم وياكم ونزلني في المطار وبعد ما نزلت المطار كنت بروح طيارة لكن بعد اتصال الوالدة اللي جاني عرفت أن الموضوع أنه خطير وأخذت لي سيارة ومشيت على طول ولا قدرت أنتظر الطيارة مرة ثانية. حياكم الله. طبعا إذا القناة بترفض رجوعي مع أخواني المتسابقين أنا أطلب منهم حاجة واحدة أنهم يرجعوني بس أسلم على أخوياي وأودعهم مثل ما ودعوا أخوياي الأولين المتسابقين. الشيء الثاني والأهم من هذا كله أنا أقول الحمد لله رب العالمين أني أنا طلعت ولا طلع واحد من أخوياي المبدعين اللي موجودين الآن في زد رصيدك. حياكم الله ومرحبا بكم. طيب هذا كان تعليق محمد بن عمره اللي حصل. حاتم وش يسوي وش ملاحظتك؟ والله ابن عمره يصور ثم يختم الله يعطيكم العافية ثم يا ولد يوزه الشيطان ثم شوف سو بعدين تلزه مدري وشو يلزه شيطان يلزه تعليقات يلزه شيء. لكن مجملا المقاطع اللي قالها يعني تبرر خروجه ولكن أنا بالنسبة لي والله العتب لازال قائم عليك يا ابن عمره ولو كان على قولت كانت إن الظروف ما تحشم لكن برضو إلى يومك هذا ولا اتصلت ولا شيء فيني أنت على الأقل يعني كم قدرنا الحين يومين ولا ثلاثة إلى الآن أنت ما اتصلت يا ابن عمره برضه الى الحين انت الظروف ما تحشمك يا صور ايش رايك؟ والله الفيديو اكثر فيديو مؤثر لابن عمره من يوم دخل برنامج هذا الفيديو. احنا كان عتبنا على ابن عمره ليش يا ابن عمره ما تعطي خبر؟ ليش ما تقول كذا؟ ليش ما تقول؟ ما كان عندنا اعتراض على موضوع امه وشر الخلق كما قيل الذين لا يقبلون معذره. فانا اقول للاداره تقبل هذا المعذره والموضوع ان شاء الله بسيط وان شاء الله انهم يقدرون طيب. هذا الطلب. وليده بسمع تعليق قبل اخر المقرن. بالنسبة لابن عمره الفيديو هذا كنا ننتظره كل الأيام اللي راحت ننتظر توضيحه. كثرت الأقاويل والناس دخلت بنية ابن عمره فيديو شرح الظروف اللي بوجهة نظري أراها مقبولة لابن عمره. الوالدة فوق كل شيء الإدارة تفهمت قبل مثلا نية محمد فلاح مع والده ممكن الأمر هذا مشابه بنسبة بسيطة لهذا الموضوع أتمنى يلقى قبول له. طيب معي في الكون في شروم مقرن. يا هلا والله يا ابو شوق انت وخياك حياك الله مقلب. طبعا انا اول ما سمعت الموضوع عندي تعليق بسيط. اول شيء اقول لابو راشد والله العظيم نحن مشتاقين لك يا ابو راشد واجد واجد صراحه لا انا ولا زملائي كلهم. ومن يوم صوروا معنا التقارير احنا بينا لهم ان ابو راشد عز الله نحن نعرف ظروفه. ابو راشد ملم بظروف الله اللي يعلم بها وكلنا يا اخويا والله مقدرين وضعه. وأضف عليها أنه بيننا صراحة محبوب والله العظيم نحن فاقدين اليومين هذه اللي طلع فيها. طيب مقرن أنت تتكلم عن بتتعلق عن موضوع ابن عمره. اي نعم. طيب أبغى محمد الجخير. مو محمد الجخير موجود؟ موجود. طيب محمد تعال معنا مع مقرن خلنا نسمع تعليقكم كلكم لأنه أتوقع الموضوع يخصكم أنتوا أكثر شيء لأنكم أقرب اثنين وأكثر ناس مع شاب مع عبد الله مجليغ ومحسن اللي كانوا موجودين. طيب أسلم محسن مقرن. أنا بالنسبة لي أنا سمعت سالفتكم كلها وابو راشد والله ودنا نحن اقل حاجه ودنا نحن نودع. احنا ما الرجال ما قدرنا حتى نودع
فأنا أتكلم باسم أخواني كلهم، أخواني كلهم، وأنا أمون عليهم وثقة فيهم بقول الكلام هذا. أنتوا جمل الله حالكم وبيض الله وجيهكم، الكلام إلى الإدارة، تجملتوا فينا وعطيت وجيهنا يوم طلبناكم يطلع، وأنتوا كرام وحنا إن شاء الله نستاهل. أنا أطلبكم باسمي باسم وجيه باسم أخواني وبوجيهنا أن إذا فيه مجال نبي أخونا بن عمره معنا، لأنه إن شاء الله جيته ورجوعه للبرنامج ما فيه إن شاء الله مضرة. محمد بن فلاح طلع وباقي محله فارغ في البرايم، فإن شاء الله أن الأمور كلها محلولة، وحتى لو الأمور مهم محلولة أنتوا بتزينونها. فهذا طيب. الكلام اللي معاك من هذا مقرن أبوج خير. استر خلنا نسمع رأي محمد، نسمع رأيك بعد الموضوع. محمد بن خير، تدري اسمي محمد؟ أبشر. أنا أبوج خير. خلك مرحبا يا ابو شو محمد، شفت سنابات محمد بن عمره؟ والله سمعت بعضها ودخلت وشفت الباقي. طيب. انا سمعت هو يمه يتكلمون، ف انا ابي افهم الحين شو الطريقه. انتم ان كان فيه مجال لمحمد الله يرحم والديكم ويرضى عليكم، انا طالبكم طلبه. طب مثل ما تكلم مقرن، ان كان فيه مجال لمحمد فلا تخلونا يا رجال، طالبينكم طلبه. هذه نقطه. النقطه الثانيه، إن كان فيه شيء ثاني بعد، فأنا لكم وجهي ولكم ضمانات مني لكم ما بغيتوا من محمد. أنا محدد، أنا متكلم، أنا واحتمال إني يطلع الليلة أو بكرة. إذا إن فيه مجال فأنا بطلع الليلة، والله إني أروح، لأنا أوقف عند محمد وأخذ منه اللي تبون، أي طلب تبون منه أنا أضمن لكم إني أروح للرجال وأخذ من رأسه. لو تبون أي شيء. أنا ما أدري يا محمد عن موضوع انه هذا قرار صدر من الاداره عن موضوع الرجوع. انت تتكلمون عن رجوع البرنامج ولا تتكلمون عن انه يجي لا والله نتكلم عن رجوع البرنامج. حاتم، احنا والله يا اخي متاثرين، وعاد تاثرنا زياده يوم شفنا الرجال وسمعنا كلامه. ومثل ما وضحت انا لا في التقرير ولا قبل التقرير تكلمت وقلت انا ما اعرف شو ظروف محمد علشان احكم، فدام الرجال تكلم وبين ظروفه احنا طالبينكم يا رجال. والله لكم، والله يعني القسايم توضح ان الرجال كان يعني ما هو في والله لكم ما بغيتوا من محمد، هذا مني انا. خلنا نسمع تعليق محس حاتم. والله شوف، والله ان كلنا ودنا انه يرجع محمد، ولكن الان احنا بنطالب الاداره، احنا ما في يدينا شيء الا نقدمه لنوصل هذا الامر الى الاداره. طيب الان لو نطلنا وجيهنا عند الإدارة وطلبناهم وقلنا لهم يا جماعة ابن عمره يجي، إيش اللي يضمن لنا أنه برضه بيجي اللي تبون اللي يجي له أمر اللي تبون؟ محمد حاتم وإذا استقصد يا حاتم مقرن استقصد يا حاتم دقيقة حاتم استقصد أنت اللي يجينا أمر إيش يا أخي؟ الحين لو قالت الإدارة إن شاء الله أنها بتوافق وحنا نقول بإذن الله إنهم ما بيقصرون، طيب جانا ابن عمرها الحين ثم قال يلا معليش أنا بيطلع، أنا بيروح عند أمي، أنا أمري والظروف ما تخشب، هاي يلا أعطني يا بنجي خير، حاطم الأهلية بنجي خير. أبشر دقيقة، شوف إن كان أنا والله توني أدري إن محمد في خاطره صدق الرجوع، ودام الرجال في خاطره، فلكم وجهي أنا اللي تبون توقيع على أي شيء تبون، هني أروح للرجال إلى ناخذ من رأسه وأعطيكم ضمانات اللي تبون، الرجال ما عاد يطلع. وتحت امركم في اللي تبون. جعلك تسلم فوق الامر يا بنجي خير. شوف مره اللي لك منا ان بنوصل الامر هذا للاداره، وان بنشوف الاداره وش يبغون، ان كان فيه مجال انه بيرجع اهلا وسهلا. يا حاتم في نقطه يا حاتم، سم ابيكم تعطوني علم، انا كان ادور حجوزات وما حجوزات للبحرين، ان كان فيه مجال والله دقيت سلف عقب البث ورحت للدمام من الرجال. علموني تكفون. بعد الحلقة بنطلع كلنا إن شاء الله للإدارة ونشوف الأمر. أنا بقولك شيء. أبو شوق. كلامي إحنا، أنا قلت باسمي وباسم أخوياي، والله ما قلت الكلام هذا ولا قلت على أخوياي. طيب اسمع. إلا بثقتي فيهم. طيب أنا بطلب منك طلب، ما بقي معي وقت شفت. بنوجه الطلب للإدارة. حلو. بيض الله وجهه. بس أنا عندي شرطين. الشرط الأول أبغى تصويت المتسابقين الآن. وما ابغى تصويت المحزمه المليان هذا. حاضر. تصويت المحزمه المليان اللي ابد معاكم واللي في خاطر شيء، ابغى الكل يكتب. حاضر. قسم الانتاج جماعه اتمنى تجيبوا لنا صندوق وورق تعطون المتسابقين، اكتب لي صح او خطا. أبشر. نعم او لا بس. ابشر. جميل. بدون ذكر اسماء، لا احد يكتب اسمه. ابشر. خلاص الان. أبشر. يا جماعه ما بقي معي وقت. عندي انا. الشيء الثاني ليش ما يكتبون اسماء؟ لا يكتبون اسماء عشان المحزمه مليان، ما يجي واحد يقول فلان واحد عبى عن واحد يكتب اسمه يوقع. اي لا 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 عدد الاوراق على عدد المتسابقين. لا عدد الاوراق على عدد المتسابقين. قسم انتاج بيكون معكم. نعم او لا وحطه في الصندوق بس. خلاص. الشيء الثاني يا شباب، او قبل اروح الشيء الثاني، ما ابغى اي واحد منكم ياثر على احد. كل واحد يا متسابقين يعطينا قراره
اللي في خاطره اللي ما له رغبه ان ابن عمره يرجع عشان ما نطلب الاداره. الشيء الثاني ابن عمره اذا بيرجع لازم يكتب على الهواء قدام الناس تعهد ان ما يطلع من البرنامج يرجع في حال وافقته جميعا ثم وافقت الاداره. هذه انا بجيب لك الصندوق وين اجيبه ازالها يا هذا طيب يا شباب المتسابقين ما راح اقول هذا اللي قال يرجع ابن عمره فلان واللي قال ما يرجع فلان ابغى نعم او لا بس خلاص. يا جماعة أعطوني الصندوق وجهور المتسابقين الآن في الهنقر يا شباب معنا 3 دقائق و4 دقائق أبغى الجميع يكتب نعم أو لا يلا 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 يا مقرن يا محمد بن شخير لا تأثرون على أحد المتسابقين خلاص خلاص هو اللي أشكل بس طيب. على يا جماعة أعطوني إنستاتات على المتسابقين هم يسوونها اللي أشكل على الإدارة ذاك اليوم أن ابن عمره طلع بدون لا يشرح ولا يذكر أي ظروف خاصة الآن سمعنا صوت المتسابقين وكلام اليوم بشكل عام مقرن توجه الكنترول خذ الصندوق من الإدارة وكلام اليوم بشكل عام وصل الآن صوت المتسابقين بنفس الوقت المقطع اللي شفناه لابن عمره راح يعرض على الإدارة ونتمنى منهم أمنية صادقة قبولهم لهذا العذر لأنه الرجل شرح ظروفه طيب. الأم اعتبارها فوق كل اعتبار ظرف خاص لابن عمره شفنا المخالفات الرجل ما راح يسرع السرعة هذه ويترك رحلة الطيران ويروح خط إلا الأمر جلل وحتى ابن عمره والله وجوده بالقرية فقدناه اليومين اللي راحت مشغباته وصوته وتعبيته للهواء جلسات الظهر فاقدة ابن عمره طيب تسع مخالفات اللي عرضها ابن عمره واضح يا جماعة يا شباب محمد المطيري يا شباب اللي واقفين لا حد يأثر على أحد خذ مقرن رح الإدارة خذ الصندوق مقرن رح الإدارة خذ الصندوق بسرعة يا مقرن أو محمد بن شخير راح واحد منكم يروح الإدارة ياخذ الصندوق يا شباب لحد يقول لحد قل كذا او قل كذا خلوا كل متسابق الحالة يعطي رايه مثل ما يبغى هذا الامر ييسر بما ان الموضوع ان شاء الله في المقدور افترى صوت ام بن عمره اكبر عندنا من الصندوق ومن الورق ومن كل شيء فيبقى هذا موضوع يعني والله مؤثر جدا ولو كان الإدارة يعني لو كان لنا صوت عند الإدارة يا ابو شوق انا اقول وصله والصندوق وهذه امورها ترى هينه لا بس في النهاية والله بس في النهاية نطلب في موضوع ابن عمره وفي متسابقين ما لهم رغبة لا نعم بس مش الموضوع موضوع ما له رغبة ولا رغبة إيه؟ أنا متأكد يا هاني تأكد تام أن المتسابقين الموجودين الآن في القريين بعضهم ما يبغى بعض المتسابقين يكون موجود وفي مناكفات وفي أشياء تصير فهذا الشيء يعني لابد منه لا بس يا منصور مو من الحين ابن عمره طلع جميل الآن ابن عمره خارج البرنامج منظور. وانا ما ادري هل الاداره بتوافق على رجعته ولا لا لكن في النهايه ما بنروح الاداره ونطلبهم نرجعه ثم يجي متسابق يقول يا اخي احنا راضين ترجعونا انا معك في هذا يا هاني لكن انا اقول احنا ليش نرجعه عشان متسابق وافق لا مو عشان متسابق وافق عشان نطلب انه يرجع لازم الجميع موافق الشيء الثاني ابن عمره لازم يكتب تعهد على الهواء قدام الناس انه اتعهد اني ما اخرج من البرنامج لاي ظرف كان الشيء الثالث نشوف قرار الاداره وافقت الاداره ولا حاتم لا ايضا شوف هو خطا ابن عمره كبير ما هذا ما نختلف عليه هو الطلب هذا احنا بنطلبه كرامة للرجال وكرامة للأمة ولكن في شتى الأحوال الرجال يا شباب غلط والله غلط نزير يا شباب لا أحد يوقف عند الصندوق ومو بكلكم تكتبون عند بعض كل واحد يا جماعة حطوا الصندوق على طاولة بعيد وكل واحد عن بعد يا جماعة مو بكلكم واقفين على الصندوق تكتبوا لي نعم لا طب لو واحد قال لا يعني يكون لا ما يقول لا أنا بوقف لو قال لا ما اذا قال لا انا ما برحب احنا ككلام اليوم ما في طلب لا اذا كثر ليش يا محمد المطيري اعطوني اللقطة على الجمهور على المتسابقين اعطوني لقطة المتسابقين يا شباب محمد المطيري لا تقول لحد صوت مكاني صوت انت يا محمد اكتب اسمه اكتب الصوت يبغى يتكلم تكلم محمد ايه تكلم هلا ممكن تكلم يا هاني انا ما ادري بشغلة التصويت ذي توي داخل عن كنت عند الحلاق طيب ثانيا الموضوع اللي تكلم فيه اول موضوع خارج عنها وموضوع خارج حتى يا محمد إيه ما له علاقه بالتصويت يا محمد اكتب نعم او لا وحطها في الصندوق لا نعم لا محمد بغض النظر نعم او لا حط في الصندوق يا شباب لا حد يوقف عند الصندوق احنا كم ننتظر ورقه 18 ننتظر الحلافي طالع وبلا 18 عشان يجي واحد يكتب نعم لا كذا بس يعبي الصندوق بالعدد يا جماعه نبي بالعدد يا في عبد القادر في الكونفشروم طيب لان عبد القادر هنا يشتغل طالما حدثنا محمد بن عمره عن المأزق ونحن بن عمره في مأزق الان لا نحسد عليه لا احنا ولا الاداره ولا المتسابقين
والله ما كان ودي أن نوصل إلى هذه المرحلة من المشاعر المرتبكة عندنا في نفس الوقت اللي ودنا يرجع في نفس الوقت اللي ودنا أنا ودني مع المتسابقين وأقول لهم قولوا نعم لكن ما ودنا أحد يعني يكتب مكان أحد بعدين أصلا حتى فكرة اللي الشرط أنك إذا جيت لا تطلب أنك تطلع أتوقع بن عمره إذا جاء ما له وجه أنه يقول أبي أطلب أني أطلع فهذا شيء أساسي بن عمره سبب خروجه من البرنامج واستبعاده هو أنه طلع فشيء أساسي إذا جاء هو ما طلب أصلا أنه يجي إلا أنه فقد الهواء فما راح يجي الأيام الجاية ويطلب أنه يطلع طيب على بين ما يجيني الصندوق المتسابقين أبغى الصندوق يجيني الآن أبعرض النتائج على الهواء وعلى بي عشان أقدر أعلن الأوسكار وأقدر أخذ عبد القادر عبد القادر في موضوع أحتاجه فيه إذا كان جاهز معي في الكونفشروم أشوف المتسابقين باقي يتحركون هنا في الساحة ما أدري هل انتهى التصويت ولا طيب ما في وقت لعبد القادر طيب أعطوني بس الصندوق يا جماعة ضروري خلنا نشوف أول شوف طيب. شوف أستاذ هاني طيب نعلن الأوسكار لين يجهز تفضل تفضل طيب هذا الصندوق هذا الصندوق وصل يعطيك العافية بن شخير حطنا الصندوق له نتفق على شيء اللي هو إذا كان فيه الأغلبية نعم ولا لا لا الجميع إجماع لأنه مو معقولة تجيبه وفي ناس وفي ناس وفي ناس رافضين جميل طيب إذا نقدر ناخذها هذه الأصوات اللي موجودين في الهنجر ما أدري كم عددهم جميل الربع اللي موجودين في الهنجر في الهنجر والبقية وين؟ 7 8 9 11 13 والباقي اللي طالع فيه 2 و3 أيوه. اللي طالع الحلافي طيب طيب هذا الحين نعم ناخذ أراه وشوف أنا وصلت بحصة نعم أنتوا بحصة نعم ما جت أصواتكم جميل طيب الان كان ناقص عندي 3 باقي 1 ما صوت مين هزاع اتوقع من يحلق هزاع من يحلق طيب لازم اخصه هزاع اتوقع انه يعني لا. ما ابغى اتوقع ابغى لازم صوت هزاع وبحور اجيبهم طيب انا وبحصه صح نعم. طيب الجميع هنا الى الحين نعم طيب تتوقع في احد لا ها طيب لنا بنعلن الاوسكار تعال يا عبد القادر الى الان الجميع مصوت نعم باقي لي صوت بحور وصوت هزاع فقط عشان يكمل العدد طيب عشان ما اشغلكم بس هذه الباقيات بسرعه هذه نعم جميل طيب نجم الاوسكار اللي يتكلم معي بالاربيز صوت واطي جدا نعم الجميع جميع الاصوات كانت نعم طيب حياك الله مرحبا الله يحييك عبد القادر تعال عندي بعدين طيب ما في وقت مخرجنا يقول والله طيب نجم الاوسكار مره ضروري طيب استريح عبد القادر نجم الاوسكار لهذا الاسبوع كل اسبوع عن الاسبوع اللي قبله تصير منافسه اشرس واقوى المتسابقين ما زالوا ما يستغلوا الاوسكار استغلال جيد نجم الاوسكار لهذا الاسبوع النجم عبد الله بن جليغم هرمنا من أجل هذه اللحظة. موضوع مرة مهم. ها؟ لا على خشبي. طيب. كنا مرة موضوع مهم. الإدارة. طيب. قالي تعال. مبروك 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 عبد الله جريغم. منصور بحط تعليق. يدخل قبل. طيب حبيبي. أنا لازم أختمها حلو؟ طيب موضوع مرة مهم بيقطعون علي الجماعة عرفت فعشان كذا أعتذر من عبد القادر بكرة إن شاء الله بيكون مكان موضوع أول موضوع نأخذه معنا وموضوع مهم أنا أدري عندي خبر عنه وبالنسبة للموضوع بن عمرة بكرة إن شاء الله في كلام اليوم أبو حور شو تقول مع العودة نعم. أبو حور مع العودة بكرة إن شاء الله في كلام اليوم راح نكلم الإدارة إذا الجميع قال نعم إذا الجميع قال نعم الآن عندي كويس. بكرة في كلام اليوم إذا وافق ابن عمرة أنا بأخذ رأي ابن عمرة بعد وأتمنى ابن عمرة يعطيني رأيه في مواقع التواصل هل هو موافق على هذا الشرط يكتب تعهد قدام الناس إنه ما يخرج من برنامج أبد ناخذ رأيه لازم يكتب خط يده قدام الناس الشيء الثاني بكرة إن شاء الله في حلقة كلام اليوم راح نعلن رجوع ابن عمرة من عدمه يعطيكم العافية شكرا شكرا بقول كلمة واحدة بس بس الوقت انتهى شكرا وليد بقول لك حاجة بس قبل لا تنهي أقول لك لو الموضوع يهمكم أنتم كان أعطيته وقت بس عشان يهم المتسابق وتعرف أن حاجة تضرني
قلت لا ما في وقت. ما في شيء يضرك يا حبيبي. لا حاجه تضرك عارف الاداره يعطوك الخبر. شكرا وليد، شكرا حاتم، شكرا. لا والله جد يا هاني، يا هاني اذا في لا لا يا حبيبي الحين انا جاي.